بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وفي هذا آيات أنت معناه بالله أنبت المامس وعكلوت المامس عذر كمذا عذر رضا تتقار كل عام عذر كاسوها حاسد نمو حاسد نمو لا سقفك مكا كل عام صفة إلهي الشيغي أيوك صفوبا إلهي وحوري إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. هدي أتقول يا وناقا دانا وكان حيا حاسدكو هدي أي دبات إيه مشكلة كلاسة وقدبوناتنا وكفر حيا لكن حاسدك النوع عاص السفة ذاتك وقال لفسن ليدت له محا وركي سادسك غحري كرتا أماتك غبت بادي كرتا إله با تلمام وحيولي وإن تصبروا حدا أولا برايكتا وصبرتان وتتقوا إلهنا سبحانه وتعالى كبقتان وحسك إله عسكتان وحرق إله قبستان لا يضركم كيدهم شيئا شرقوا لدودا يحاسد مدودا وحبك قادمايان عدنا بها وبقين عدنا بها كهبرا حاسدنا هاو تشبن لأنه سكا لو كو قان عيام مجرتو إن إلهي سبحانه وتعالى كبابيه مويان سيدا أوغيد إن العسكتا ويصبرك يالا كعبسك سياد حاسدك وقات كاتو إلهي وحنا كبر يعني أنا عذر كاي نغا إلى اليوم هو كسفو بين الشرك وذي إلهي نغا دوو قف كستا كليفا شارقريا ولكن أفا فينا إلهي وحنا كبر يا عذر كاي نكبت باديا شرك حاسدين تنا إلهي سبحانه وتعالى وكين دسابه.